اسمها كان لا يغيب عن أخبار الرفاهية والرخاء، ولطالما احتلت مراكز متقدمة في مقياس سعادة الشعوب، وضربت مثالاً في الأمن والأمان وانعدام العنصرية والفساد. هادئة لم تعرف العنف والجريمة، لكن يبدو أنه كان العصر الذهبي وأنه حالياً قد انتهى. تقارير دولية تتحدث عن عنف قد انفلت وطغى في السويد، وعن موجة من الجرائم تجوب البلاد. أحد رموزها مهاجر عراقي يدير عصابته من تركيا، وترفض أنقرة تسليمه للسويد. لنتابع معا قصة الجريمة في السويد التي باتت معدلاتها أعلى من الجرائم في تونس. لكن لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس. مملكة السلام تتحول لعاصمة الإجرام. تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال تتحدث فيه عن مشهد مرعب لم يألفه العالم كثيرا من قبل. عنف وجريمة داخل المملكة السويدية، ورجال مافيا مطلوبون دوليا. حولوا مملكة الرفاهية والسلام إلى مدينة وصفتها الصحيفة بأنها باتت بؤرة للجريمة والقتل بالبنادق، لدرجة أن لقبتها بعاصمة الجريمة في أوروبا. ومن أبرز الذين كتبوا فصول التاريخ الجديد للسويد روى مجيد، أحد أبرز زعماء المافيا وأشهر من نار على علم في عالم الجريمة بحسب وصف الشرطة السويدية، حتى أنه يلقب بالثعلب الكردي. وقد أفردت له حلقات في البرنامج التلفزيوني الأمريكي بنسخته السويدية أكثر المطلوبين في أمريكا، إذ تم نشر صور وفيديوهات في البرنامج بناء على موافقة الشرطة السويدية أظهرت اشتباكات بالأسلحة بين عصابتين حصلت في منطقة أوبسالا شمال ستوكهولم. وبعد نشر الحلقة بثلاثة أيام قتل أحد المشتبه بهم على يد مسلحين هاجموا منزل والده وهو المدعو سردار سيرهان. قيل إن من أرسل القاتلين هو مجيد الذي يدير تجارته للممنوعات من تركيا كي يبقى بعيدا عن قبضة السلطات السويدية، حيث يطمح بأن يصبح نسخة اسكندنافية من بابلو سكوبار تاجر الممنوعات الكولومبي وأحد أشهر وأغنى رجال الجريمة في العالم. نهاية العصر الذهبي. بعيدا عن حروب الشوارع وقتال العصابات والمافيا، فإن لوائح العنف قد تكاثرت بشكل ملحوظ في السويد مؤخرا حتى بين النساء والعامة. هذا عدا عن التفجيرات التي تتكتم الدولة السويدية عن بعضها، لكن على أرض الواقع ووفق تقارير محلية ودولية، فإن الجرائم باتت متكررة في هذا البلد، وبدأ شريط طويل من العنف يظهر في البلاد، والذي بات السويديون يتحدثون عنه علناً، معبرين عن قلقهم على أولادهم من دخول عالم الجريمة والعنف. إذ بدأت منذ عام 2020 مستويات الجريمة ترتفع في السويد، وآنذاك نشرت السلطات تحقيقاً استقصائياً جرى على مستوى أوروبا كلها. كشف شبكة هاتف مشفرة تسمى إنكروت شات تستخدمها العصابات الإجرامية للتواصل فيما بينها ضمن الاتحاد الأوروبي. لكن بينما أسفر التحقيق عن اعتقال المئات من المطلوبين، إلا أنه في المقابل أشعل فتيل نار التنافس بين رجالات العصابات للسيطرة على المناطق والمناصب التي باتت شاغرة بعد حملة السلطات وإلقاء القبض على العشرات من قادات العصابات. اللاجئون المتهم الأول والأخير. مجيد كما سردار ليس مواطنين سويديين أصليين بل لاجئين، فمجيد عراقي الأصل، وكذلك كثيرون من أفراد وقادة المافيات والعصابات في السويد. لذلك فإن ارتفاع معدل الجريمة والعنف يقوي الكراهية ضد اللاجئين في المملكة السويدية، وقد أثر ذلك فعلا في المشهد السياسي السويدي، خاصة بعد الانتخابات الأخيرة عام 2022، حيث تسلم حكم البلاد الحزب المناهض للاجئين، وأحدث تغييرات جذرية بقوانين تتعلق باللجوء في السويد ومتطلباته.
بل وسن قوانين تتيح ترحيل الكثيرين، كما وصلت إلى السماح بسحب الجنسيات من بعض هؤلاء. وتذرع الحزب الجديد بأن هذه الإجراءات ستخفف من معدل الجريمة الذي ارتفع في البلاد نتيجة حروب العصابات للسيطرة على تجارة الممنوعات، إضافة إلى تجارة السلاح التي أغرقت السويد بالبنادق والقنابل وغيرها من الأسلحة الممنوعة، عدا عن تزايد انتشار ظاهرة القتل للأخذ بالثأر الشخصي، إضافة إلى استغلال الشباب والمراهقين من المهاجرين المهمشين لرفض العصابات بالكوادر. كل ذلك انعكس على معدل الجريمة في البلاد، حيث بلغ معدل القتل بالسلاح أكثر من ضعفين ونصف ضعف المتوسط الأوروبي، وذلك وفق المجلس الوطني السويدي لمنع الجريمة. كذلك بلغ معدل جرائم القتل الإجمالي في السويد نحو سدس المعدل الأمريكي، وهو المعدل الذي يعتبر استثنائياً في أوروبا. أما بالمقارنة مع الدول العربية، فإنه للمفاجأة قد سبق معدلات الجريمة في تونس على سبيل المثال، وفق آخر الإحصاءات الموجودة على موقع مركز مكافحة الجريمة بالسويد. الثعلب الكردي. عام 1886 شهد أول قدوم لمجيد روى إلى السويد، حينها كان ما يزال طفلاً وقدم مع عائلته مغادراً من كردستان العراق، هرباً من نظام صدام حسين الذي كانت والدة روى مناهضة له. في شبابه انضم روى إلى طريق الجريمة متأثراً بأبناء عمومته، ليصدر الحكم الأول بحقه وهو في عامه 20، حيث سجن لثلاثة أشهر بتهمة السرقة، وتوالت بعد ذلك الأحكام بحقه بأجرام متعددة. عام 2018 أطلق سراحه، وكان حينها يعرف في عالم المافيا السويدي بلقب الثعلب الكردي، ليظهر في تركيا في أوائل عام 2022 مؤكداً حصوله على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار، وليواصل نشاطه من أنقرة في إدارة أعماله الإجرامية في ستوكهولم، وذلك وفق كلام جيكوب فان روجي رئيس فريق المهام في شرطة ستوكهولم والمكلف بالتحقيق ومتابعة أنشطة روى منذ 3 سنوات، والذي يؤكد أن طلبات السويد المتعلقة بتسليم المجرمين من تركيا قُبلت بالرفض، خاصة بعد الخلافات الأخيرة بين البلدين. برأيك، هل تعود السويد إلى سابق عهدها من الرخاء والأمن والأمان؟ والسؤال الأهم، هل تؤمن بأن اللاجئين والمهاجرين هم حقا من أوصلوا جنة الشمال إلى هذه الحال؟ شاركنا رأيك في التعليقات.